السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من محطات مغربية كالعادة، نقوم برصد أهم الأحداث والأخبار والتطورات التي شهدتها الساحة المغربية الأسبوع الماضي. اليوم نتوقف مع ملفين. الملف الأول هو المغرب قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، قطيعة ملغومة. هذا تقريبا الجو العام لهذه الحركة الدبلوماسية من المغرب. أما الملف الثاني، ملف تونس، الحدث الأبرز مغاربيا، أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011. هذه الانتخابات لا حسابات في القراءات ولا حسابات ما بعد النتائج. هذه ملفات حلقة يوم المحطات المغاربية، فأهلا بكم. إذن قررت المغرب الأسبوع الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية التعاون والدعم اللوجستي الذي يقدمه حزب الله الموالي لإيران لجبهة البوليزاريو التي تدعو إلى إقامة دولة صحراوية في الصحراء المغربية. نتابع بعد هذا التقرير ثم نعود للنقاش. المتابع لتاريخ العلاقات المغربية الإيرانية بعد انتصار الثورة في إيران في فبراير من سنة 1979 لا يستغرب الفجوة التي قد تصل إلى حد القطيعة بين البلدين، ولكن السياق الذي أتى فيه القرار المغربي الأخير بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كان مفاجئا. فما أورده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من حجج مرفوقة بأدلة ووقائع وأسماء حول تورط حزب الله اللبناني الموالي لإيران في دعم جبهة البوليساريو التي تدعو لانفصال الصحراء عن الدولة المغربية وإنشاء دولة صحراوية، كانت كافية حسب رأيه لقطع العلاقات الدبلوماسية. فحزب الله حسب الرواية الرسمية المغربية قدم الدعم اللوجستي والفني للبوليساريو، وهو ما يضر بالمصالح العليا للدولة المغربية، وحزب الله لا يتحرك دون ضوء أخضر من إيران. ولكن يبقى المسكوت عنه في المسألة هو التوازنات الإقليمية والدولية التي تتقاطع معها المغرب وإدارتها للمستجدات المتسارعة في المنطقة، إضافة لتخوفها الدائم من أن تستغل جبهة البوليساريو امتداد علاقاتها مع دول أو أحزاب أو مؤسسات لتمرير رؤيتها لأزمة الصحراء وكسب مؤيدين لها. الحديث في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المغرب سيد حميد الجماهيري، مدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي. سيد حميد، أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني سيد حميد، عديدة هي الدول التي لها علاقات مع جبهة البوليزاريو، تتبادل معها الوفود، تستقبل وفود رسمية من جبهة البوليزاريو، ولكن المغرب لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية معها. لماذا إيران بالذات؟ إيران بالذات لأنه اجتمع لدى المغرب ما يكفي من الأسباب ومن الوقائع التي تسير في اتجاه التصعيد. أولها أنه مباشرة بعد أن كان المغرب قد الأمر الدولي بالاعتقال في حق السيد قاسم تاج الدين، كان هناك تهديد مباشر من لدن حزب الله بأنه سينتهي. ثانيها أنه في نوفمبر 2016 تم اجتماع لجنة الدعم في بيروت، والتي سميت لجنة الدعم لفائدة الشعب، ما يسمى بالشعب الصحراوي. وبعدها انتقلت التنسيق والعمل الى خطة العمل مع حضور وفد من البوليزاريو احد معسكرات حزب الله، وكان حاضر فيها مصطفى الامين محمد، وهو المعروف بانه الممثل والناطق الرسمي باسم جبهه الانفصال في الشرق العربي. في بعد ذلك تسارعت الامور. في غوش ويوليو 2017 كان هناك ولجنتان من الحزب الله، وكان في لقاء وتحرك الى لقاء مع البوليزاري في الميدان، وكانت ثالثه الاسافي هو ما حصل في الاسبوع الاول من ابريل 2018 عندما حلت لجنه عسكريه من حزب الله واتم من يسمون انفسهم المسؤولين اللجان السبعه في تندوف، وهي حيث يقيم الشحون والمحتجزون الصحراويون، وتم تسليم اسلحه. فهذا التوالي يبدو انه كان كافيا لكي يستشعر المغرب بان الامر يتعلق بتخطيط الدخول في حرب. يجب ان لا ننسى ايضا ان التشريب الذي اخذها حزب الله
منذ 2006 وفي الحرب التي حدثت في جنوب لبنان، والتي أكرت لديه يعني خبرة مجالية في الأسواق. أنتم تذكرون أن هذه الخبرة استعملت أيضا بعض الفصائل الأخرى. هذه الخبرة ثم نقلها إلى المناطق التي نسميها هنا المناطق العازلة، واللي هي المشمولة بوقف إطلاق النار منذ 1990، والتي كان تزامن فيها هذه الفترة بحشد الفصيل الانفصالي الكردي من تحت الأطراف. وبالنسبة للمغرب أن هذا التحول استراتيجي ميداني وسياسي كبير في المعادلات وأيضا في معايير الوضع القائم، وبالتالي كان هناك استشعار بأن الأمر يتعلق بتغيير المعطى الميداني، بحيث يتم يعني القصد على الصغار الأمني والقدرة على اختراقه من الأنفاق وعبر الأنفاق بعد أن صعب لمدة تزيد على 40 سنة. سيد حميد، سيد حميد، وأنت تستعرض هذه التاريخية العلاقة بين إيران والمغرب، وهي كانت علاقة متوترة تقريبا منذ انتصار ثورة إيران سنة 1979، صحيح، على خلفية العلاقة صحيح التي طيبة اللي كانت تجمع حسن الثاني بشاه إيران. ولكن يعني حتى العلاقة مع حزب الله كانت متوترة منذ 2006 تقريبا. أنا لا أسمع جيدا سؤالك، لكن فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران كانت بالفعل علاقات متوترة، لكنه كان ما يشبه السلطان المسلح، بحيث ان يعني كان التعامل مع ايران في حدود يعني الصراع الذي نشب يعني منذ وصول الثوره الايرانيه في 1979 الان، وكان تعرف لحظات صراع ولحظات تلاقي. لا زلت اذكر ان كانت هناك زياره كبيره في 98 قام بها أحد قادة الاتحاد السابق الجسمي لما كان وزيرا الأول، وكانت هناك أيضا رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس روحاني وفيها تأكيد على رفع التعاون، لكن للأسف هناك حتى في الجواب الإيراني فيما يبدو أنه لم يكن هناك إقناع بأن الأمر يستوجب تحقيقا ويستوجب وضع الحروب. هذا على المستوى السياسي الظاهر سيد حميد، ولكن ما خفي في قطع العلاقة هو الحديث عن تقاطعات وتوازنات تشتغل عليها المغرب منذ مدة، خاصة في مستوى علاقاتها مع دول الخليج. المغرب كانت وفية لهذه العلاقات التاريخية مع الأنظمة الحاكمة في الخليج، والتي اليوم هي في خصومة وصراع مع إيران. شوف يا صديقي، منذ 50 سنة المغرب يعتبر معيار علاقاته هو العلاقات الموقف من الوحدة الترابية. ثانيا، العلاقات مع دول الخليج هي قديمة قبل الثورة الإيرانية وبعد مجيئها وفي كل مراحل الإيرانية، وبالتالي كان هناك ما يشبه يعني تقارب كبيرا في تحليل الأوضاع. ثالثا، اذا كان هناك من موقف للمغرب يشهد فهو انه في السنه الماضيه من ابريل واثناء القمه المغربيه الخليجيه كان الملك محمد السادس كان تقدم بتحليل شامل للاوضاع ونبه الى التحالفات التي قد تضر بالدول العربيه سواء كانت محليه او دوليه، ونبه ايضا الى ان هناك رغبه في تفكيك هذه الدول وان المغرب بعيدا عن المنطق، وحدد فيه حتى من قوى مركزيه تعتبر الام وكانها هي التي امت القرار ومنها الولايات المتحده بالاساس، وكان النقد موجها ضمنا وصراحه الى محاولات يعني فرض تفكيك الدوله المغربيه والشعب المغربي وتقسيم اراضيه. اذا التعلل بهذه القضيه هو تعلل غير سليم. دعنا نطرح السؤال التالي، كيف يكون جنوب لبنان قضية مقدسة عند حزب الله ولا يكون جنوب المغرب قضية مقدسة عند المغاربة؟ يجب أن لا نبحث عن تعليلات. المغرب اعتبر بالفعل أن حزب الله لا يمكن أن يتحرك بدون أن يكون هناك دور أخطر، والجميع يعرف أن حزب الله التحول الأساسي الذي وقع في الحركة الشيعية في جنوب لبنان كان وراءه إيران،
وان حزب الله احد اتباع يعني الحرس السوري. وهذا ممكن ما تفطنت اليه الدوله المغربيه والسلطه المغربيه عندما اعتبرت بان التواصل بين جبهه البوليزاريو وحزب الله في اخر الامر هو محسوب بوكاله لصالح ايران وحسابات ايران في المنطقة. على كل أشكرك سيد حميد الجماهيري مدير تحرير جريدة اتحاد الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، شكرا لك. وإلى الملف الرئيسي في حلقة اليوم، المحطات مغاربية. الانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد ثورة 14 من يناير 2011، هذه الانتخابات التي شهدت إقبالاً ضعيفاً، ولكن النتائج تحمل حسابات وتحمل توازنات ممكن ستعقد المشهد حسب رأي البعض، وممكن حسب رأي البعض الآخر أنها ستفتح نحو أفق جديد للديمقراطية ومسار انتقال سلس في تونس. نتابع بعض هذه الانتخابات عبر بعض الأرقام التي لها إشارات ودلالات مهمة جداً. لو تابعنا نسمة التصويت في الانتخابات لا شاهدنا أن النسب تفاوتت، ولكن أفرزت لو زملاء مع بعض تقديرات النتائج على المستوى الوطني حسب توزيع الأصوات. النهضة 27.5%، حزب حركة النهضة وقد تصدر نسبة التصويت. الحزب الثاني الذي نال المرتبة الثانية في نسبة التصويت هو حزب نداء تونس ب 22.5%. أما الثالثا فقد كانت أو الأحزاب التي كانت ثلاثة أحزاب، معنى جملة أو مجموعة الأحزاب التي كانت ممثلة بقوائم في مختلف الدوائر البلدية وتحصلت جميعها على 14% من الأصوات. أما رابعا فأتت التحالفات الحزبية بنسبة 8%، هذه التقديرات الأولية حسب مؤسسة سيجما كونسي. كذلك هذه الأرقام، هناك أرقام أخرى حسب توزيع النسب بين الائتلافات الحزبية والقوائم الحزبية والقوائم المستقلة. 72% هي قائمات حزبية وائتلافية، 28% هي قائمات مستقلة. هذه نسبة توزيع الأصوات في الدوائر البلدية. هذه أرقام مهمة جدا حتى نستطيع أن نستقرأ المشهد السياسي بعد انتخابات البلدية في تونس. نتابع بعض هذا التقرير الذي يسلط الضوء على المناخات التي دارت في هذه الانتخابات، ثم نعود للنقاش. أول انتخابات بلدية بعد الثورة، تلك التي عرفتها تونس يوم أمس 6 مايو 2018، لم يكن الوصول إليها بالأمر الهين بعد أن تأجلت في 3 مناسبات. فحسب عديد المحللين يعتبر إجراء الانتخابات في حد ذاته إنجازاً لو أخذنا بعين الاعتبار المعطى السياسي والاقتصادي المتأزم في تونس، وكذلك معطى الإقليم المضطرب ووضع دول ثورات الربيع العربي التي انتكس فيها مسار الانتقال الديمقراطي. ولكن هذه الرؤية يعارضها البعض على أساس أن إجراء الانتخابات في هذا الظرف، وخاصة مع حالة أزمة الثقة بين المواطنين ومنظومة الحكم، ائتلاف حزبي النداء والنهضة، وموجة تسفيه النخبة السياسية وتحميلها مسؤولية أسباب ونتائج الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية، وتأخر مناقشة قانون الجماعات المحلية إلى الأيام الأخيرة قبل الانتخابات والمصادقة عليه في ظرف قياسي دون أن يأخذ حظه في النقاش، وخاصة داخل مكونات المجتمع المدني وهو القانون المنظم للعمل البلدي. كلها ظروف حسب رأيهم لا تعتبر مناسبة لإجراء الانتخابات، وقد تتسبب في تعقيد الوضع أكثر وتوسع المخاطر المحدقة بانسيابية الانتقال الديمقراطي في تونس. قراءة النتائج والتدقيق في تفصيلاتها مهمة لصانع القرار في تونس، ولكن حسابات ما بعد النتائج وتعاطي الأحزاب والقيادات السياسية معها قد تكون المحدد الرئيسي في سلامة وتأمين الحالة التونسية. إذن الانتخابات البلدية في تونس وحسابات ما بعد النتائج التي كانت مفاجئة حقيقة في مجملها، وأيضا في توزيعها وفي الظاهرة الجديدة في المشهد السياسي التونسي، المستقلون. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ عماد عثمان، عضو مجلس شورى حركة النهضة بالمجلس. أستاذ عثمان أهلا بك. أهلا. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي من تونس. أهلا بك أستاذ غازي.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. طيب سي عماد، هذه الانتخابات هي الأولى بعد الثورة، وهذه الانتخابات أتت بعد مخاض عسير تأجلت 3 مرات، وكان هناك تعثر أيضا في مستوى الهيئة المستقلة للانتخابات، استقالة رئيس الهيئة، ثم يعني صار القطار وتم إنجاز الانتخابات. العديد يعتبر بأن في حد ذاتها إنجاز الانتخابات يعتبر إنجازا. شكرا لك على الاستضافة، وعلى مرحب بك وبالضيف الكريم وبكل مشاهدي قناة الحوار وبرنامجك المتميز. طبعا تسمح لي في ثواني أن أبارك لكل التونسيين ولتونس ولشعب تونس، وهو فخر ويحق لكل تونسي في الداخل وفي الخارج أن يفخر بما تم من هذه الانتخابات البلدية الأولى التي تعتبر الأولى شفافية ونزاهة وحرة في تاريخ تونس بعد الاستقلال. مبروك لتونس، مبروك لشعبها، شكرا لمؤسسة الرئاسة، مؤسسة الحكومة، مؤسسة البرلمان، للهيئة العليا للانتخابات، لكل الأحزاب التي شاركت، والمستقلين، لكل حوالي 50,000 ملاحظ ومراقب شاركوا في هذه الانتخابات البلدية، لكل مؤسسات وهيئات الرقابة كذلك الخاصة التي تابعت هذه الانتخابات البلدية. فعلا إنجاز تحققه تونس وينضاف إلى مسار الثورة، الثورة مسار والديمقراطية صيرورة، ونحن بإذن الله نحو توطين الديمقراطية ونحو توطين الثورة في تونس بإذن الله. هذا خطاب طرف فائز يعني في الانتخابات، أنه هذا المسار يعني دون عثرات، هذا المسار من أجل توطين الديمقراطية، ولكن هناك أطراف أخرى ترى بأن هذا المسار شهد تعثرات، وأيضا حتى الانتخابات عرفت بعض التجاوزات التي تشير إلى أن هناك تعثرات. أستاذ غازي، يعني التيار الديمقراطي احتج بأن هناك بعض الإخلالات، بعض التجاوزات، ولكن النتيجة التي حققها التيار الديمقراطي لحد الآن، يعني الأرقام تجعله الآن بنسبة 4.9، يعني آخر رقم تقريبا، يعني هو الرابع أو ممكن يكون الثالث من حيث ترتيب نسبة توزيع نسبة الأصوات، يعتبر إنجازا أيضا بالنسبة للتيار الديمقراطي. هو أكيد هذه الانتخابات البلدية هي أول انتخابات تعددية ديمقراطية في تاريخ تونس، مش منذ الثورة إلى الآن، هو في تاريخ تونس لأول مرة تونس تعمل انتخابات بلدية نزيهة وشفافة. وتعرفوا أن الانتخابات هذه تأتي في إطار معناها خطوة أولى لتركيز السلطة المحلية بعد المصادقة على قانون الجماعات المحلية طبقا لمقتضيات الباب 7 من الدستور التونسي. اليوم نعتقد أن الانتخابات هذه خطوة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي. أكيد هذا المسار معناها كانت فيه عديد التعثرات وعديد المشاكل، ولكن الحمد لله أثبتنا أنه الشعب التونسي قادر أنه يتجاوز كل هذه العقبات. اليوم ما عملنا انتخابات، نسبة المشاركة في حدود 33%. نحن تمنينا أن التونسي يمشي أكثر ويشارك أكثر وينتخب، ولكن للأسف الشديد تعرف أنه حالة التشاؤم والأحباط واليأس اللي يعيشها جزء كبير من الشعب التونسي خاصة في فئة الشباب، وهذا نتيجة لتربي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية اللي سببها معناها غياب الرؤية لدى الحكومات المتعاقبة ولدى الائتلاف الحاكم الحالي، هو اللي خلى جزء من الشعب التونسي معناها يكون غاضب وما يمشيش يعبر الرأي وينتخب. كذلك فما إشكالية مع هيئة الانتخابات اللي رينا الأداء متاعها ما كانش دون المأمول، كانت معناها هيئة ما فتحتش الأبواب باش تكون هناك انتخابات معناها عرس معناها وطني. للأسف الشديد هي معناها مارست عديد التضييقات ووضعت عديد العراقيل أنه الحملة هذه تكون حملة معناها كبيرة وواسعة ونتوصل لكل. طيب أستاذ غازي، أستاذ غازي، وأنت تتحدث بأن وكأن العزوف كان عقوبة للائتلاف الحاكم، سيد عماد يريد أن يتفاعل معك في هذه النقطة. يعني أنا طبعا أحيي الأستاذ غازي، ولكن في مبالغة شديدة في قوله أنه هيئة العليا للانتخابات يعني مارست الكثير من
من التضييقات، لأنه بشهادة 50,000 مراقب كما قلنا وملاحظ من داخل تونس وخارج تونس، الانتخابات حتى بعض الإخلالات التي تمت هي لا تمس من صلب العملية الانتخابية، بل العملية الانتخابية بشهادة الجميع داخليا وخارجيا عملية بكاملها شفافة. بعض الحالات التي شهدت، حوالي 8 حالات في 8 مكاتب اقتراع، أقرت الهيئة العليا للانتخابات بإعادة تأجيلها وإعادة الانتخاب فيها، وهذا يحسب لهذه الهيئة التي أشرفت على أول انتخابات بشكل ممتاز. طبعا العزوف الذي ذكره أنه هو يعتبر العزوف يعتبر أنه هو النهضة جزء من الائتلاف الحاكم. طبعا هو ليس العقوبة للانتخاب العقابي، إذا صح تسميته الانتخاب العقابي، يتطلب مشاركة، ولكن نتحدث الآن عن عزوف وليس مشاركة أصلا. والعزوف كذلك فيه مبالغة بين قوسين، لأنه 33.7% 34% لانتخابات أول مرة في تونس تقع بلدية حرة، يعني تعتبر نسبة معقولة ومقبولة، لأنه عالميا 44 و45% في ديمقراطيات مئات السنوات. طيب سأبقى لكن بعدين ليس الفائز في هذه الانتخابات هي النهضة والنداء، وهي الأطراف الحاكمة بشكل مباشر، فبالتالي كيف يمكن أن تكون معاقبة لهم؟ يعني في قراءة للعزوف والمقاطعة. نبقى مع سيد غازي. سيد غازي، التيار الديمقراطي حقق نتائج يعني محترمة، هل يمكن نعتبر بأن التيار الديمقراطي كما يرى العديد استفاد واستثمر لحظات الهبة صح التعبير البرلمانية، وتصديه بشراسة لبعض الخيارات ولبعض السياسات التي انتهجتها الحكومات منذ حبيب السيد إلى يوسف شاهد؟ وفي تفاعل لو سمحت مع ضيفك الكريم، هو اليوم أنه لو تدعي النهضة والنداء أنهم معناها فازوا بالانتخابات، أقول لك هذا مغالطة الرأي العام، لأنه زوز الأطراف هذه فقدت أكثر من نصف القاعدة الانتخابية، لأنه الناس هذم اللي كانوا الأول معناها متحصل على 1,200,000 صوت والثاني 950,000 صوت، اليوم ما تحصلوش على نصف هذه الأصوات، وبالتالي اليوم الشعب التونسي بالعزوف نتاعه في جزء منه قد عاقب الزوز الأحزاب هذه، بالرغم أن تحافظ على مراتبها الأولى، والمحافظة هذه رايجت نتيجة لأنهم تقدموا في كل الدوائر البلدية. نحن مثلا في التيار الديمقراطي الحزب الثالث اللي قدم معناها ترشحاته اكتفينا بنسبة 20% من البلديات، بالتالي نحن تقدمنا فقط في 72 بلدية من ضمن 350 بلدية. النسبة اللي اعطيتها 5% هي على مستوى وطني، أنا نحن لم نشارك على مستوى وطني، نشاركنا على مستوى الخمس، معناه 1/5 من البلديات، وبالتالي لا يمكن مقارنتنا مع النسب اللي حصلت على النهضة أو النداء على المستوى الوطني، ولكن التيار هو يعتبر نفسه القوة الصاعدة اليوم، هو الحزب اللي عرض على نفسه البديل اليوم للمرحلة الراهنة والمرحلة المقبلة إن شاء الله. التيار معروف بمواقفه بمحاربة الفساد وفي تكريس دولة القانون والمؤسسات، اليوم معناها ثابت انه المستقلين زاد خداو مكانه، وهو عقوبه كذلك للاحزاب الحاكمه النخبه السياسيه بصفه عامه، لانه المستقلين يجب يكون عندهم دور اليوم في اداره الشان العام وخاصه في اداره الشان المحلي. على كل حال سيقع هناك تغييرات على مستوى المشهد السياسي التونسي في قادم الايام وفي الاستحقاقات الانتخابيه المقبله، ونتمنى ان يكون هناك معناها وعي ونضج لدى الناخب التونسي انه يعرف من يختار، وانه اختياراته طيب لا تكون فقط على المرجعيه الايديولوجيه. سيد غازي، سيد غازي، على البرامج اللي تقدمها مختلف معناها القائمات المترشحه. سيد غازي، في حسابات مع بعض النتائج، هل يعني 2014 شهد التوافق في مستوى الحزبين الكبيرين النداء والنهضه، لكن على مستوى المجالس البلديه تختلف يعني التركيبه وتختلف ايضا توزيع المهام داخل المجلس، وبالتالي هناك مرونة من المفترض أن توجد بين الشركاء داخل المجلس البلدي. هل يمكن اليوم أن نشهد حالة توافقية أوسع تجمع ممكن النهضة، نداء، التيار والجبهة وغيره من الأطراف؟ هو أنا ما أعتقدش أن البلديات تختلف على وضع المجلس النواب معناه ومجلس كسلطة أصلية
معنا تنبثق عنه السلطه التنفيذيه. نحن نتمناه انه الاولويه المطلقه تعطى داخل مجالس البلديه للبرامج، البرامج اللي تكون مبنيه على وعود اللي قدمها مختلف القائمات الفائزه باش يكونوا معناه يلبيوا انتظارات المواطن وانتظارات الجهات نتاعهم. انا نتمنى انه ما يقعش تسييس المجالس البلديه وما يقعش التوافق على النمط اللي عشناه معناه منذ 2014 الى الان. نحن نحب يكون هناك توافق على برامج وليس وضحت توافق الفكرة على سيد توزيع غازي. وضحت الفكرة. وتوزيع مسؤوليات خدمة للمواطن وتلبية لانتظار المواطن في الجهات اللي تم. شكرا لك، شكرا لك سيد غازي أشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي. وضحت فكرة وعذرا عن المقاطعة لضيق الوقت. ماذا ينتظر المجالس البلدية في تونس بعد الانتخابات؟ حسابات ما بعد النتائج؟ نناقش هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر، أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية الانتخابات البلدية في تونس بعد الثورة. حسابات مع بعض النتائج هذه الانتخابات حملت أرقام لها دلالات ومؤشرات مهمة جدا في فهم المشهد السياسي في تونس. نتابعها بعض الأرقام من الانتخابات. جد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ عماد عثمان عضو مجلس الشورى حركة النهضة بالمهجر. استاذ عماد، النقطة المهمة جدا عندما نستقرأ هذه الارقام، حركة النهضة هي الاولى برغم ان لاخر 24 ساعة قبل الصمت الانتخابي كانت حركة النهضة هي الثانية، ونداء تونس من المفروض كانت نسبة التصويت في حدود 30% صالح نداء تونس، 29% لصالح النهضة. الانتخابات النتائج كان عكس ذلك تمام في اتجاه آخر، يعني 27.5% للنهضة، 22.5% لنداء تونس. ولكن الفارق أو الذي حدث هذا 5% وهذه الانعطافة المفصلية حقيقة في المشهد، هل يمكن أنها تعود أسبابها للدور الكبير اللي قامت بقيادة النهضة وخاصة الأستاذ راشد الغنوش رئيس الحركة في الأسبوع الأخير، وعدم التعويل على أساليب الدعاية المتعارف عليها والذهاب إلى أساليب الدعاية والتسويق السياسي التقليدي؟ نعم. الباب باب والاتصال المباشر مع الناس. شكرا. أولا طبعا من بين هذه الإحصائيات أو الأرقام التي تذكرت فيه رقم يغفل عنه الكثيرون، وهو أنه عدد الناخبون في تونس الإجمالي 7.5 مليون، المسجلون 5.2 مليون، يعني هناك تقريبا 2.3 مليون حرموا أو بشكل أو بآخر لم يتمكنوا في آخر لحظة من المشاركة، وكان هناك الكثير من الذين عندهم رغبة في المشاركة في آخر لحظة. ولهذا نحن من طرفنا من هنا ومن منبرك ندعو الهيئة العليا للانتخابات إلى أن يتم تعديل في هذا القانون، في أنه في الانتخابات القادمة أن يكون الانتخاب بناء على بطاقة التعريف، بطاقة الهوية فقط وليس على التسجيل، لأنه كثير من الكتلة الصامتة وكثير من الذين يترددون في التسجيل يكون لهم يتخذون قرارهم، وهذا في كثير من الديمقراطيات في العالم، يتخذون قرارهم حتى في المشاركة في الانتخابات في اللحظات الأخيرة بناء على كثير من المعطيات السياسية والاجتماعية الموجودة. ولهذا حرمنا نحن من أكثر من 2.3 مليون مشارك في هذه الانتخابات ناخب، إضافة إلى أنه طبعا النقلة النوعية التي حدثت في الحملة الانتخابية التي قادتها حركة النهضة قيادة وقاعدة بقيادة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، طبعا كانت الحمد لله هذه الانتخابات كانت إدارتها بشكل متميز، سواء كان عن طريق المكتب التنفيذي أو الهيئة المشرفة على الانتخابات البلدية في المكتب التنفيذي للحركة، وكذلك بشكل مباشر عبر قيادات الحركة بدءا من رئيس الحركة الشيخ راشد والشيخ عبد الفتاح مورو وعدد من القيادات الأخرى الذين فعلا كانوا متواصلين مع الشعب في كل الأحياء، في كل البلدات، في كل البلديات. كذلك الكتلة الصلبة لحركة النهضة التي يعني مارست بشكل واعي وشجاع وكذلك قوي حقها في التعبير عن رأيها وفي التواصل المباشر مع الناس لفعلا إيمانهم بأن الناس والشعب في تونس لا يزال يثق في هذه الحركة وفي أبنائها وفي نزاهتهم وفي أنهم هم الأقدر والأجدر على إدارة المرحلة القادمة بإذن الله. تتحدث عن الكتلة الصامتة والكتلة الصلبة، واعتبرت أن من تحرك وذهب للانتخاب وأيضا ذهب للدعاية الحزبية له من الشجاعة والجرأة التي جعلت موقفه مسؤول، ولكن أيضا من قاطع ورفض أن ينخرط في العملية الانتخابية يرى بأن موقفه مسؤول وشجاع. معنا عبر سكايب الأستاذ سمير حمدي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سمير أهلا بك.
وسهلا سيدي. يعني هل المقاطعة يعتبر موقف شجاع عندما نرى هذا العزوف أكثر من 65% من الأصوات أو من الناخب المسجل لم يذهب للانتخاب؟ رقم كبير ومفزع ودلالاته مخيفة على المشهد السياسي التونسي. الحقيقة نحن لا نتحدث عن مقاطعة منظمة أو مقصودة، يعني هناك طرف ما يدعو إلى المقاطعة، بقدر ما هناك كما ذكرت حالة من العزوف التي نجمت عن نوع من اليأس من الطبقة السياسية الحالية. أنا أعتقد أن الشارع التونسي تدريجيا بدأ يكفر بالعملية السياسية، وهذا الأمر خطير. يعني بالمناسبة أي عملية ديمقراطية وقودها هو الشارع، وخاصة إذا كانت مرحلة انتقال ديمقراطي إثر ثورة، فالزخم الثورة تعرفته تونس للتعبئة من أجل انتخابات ومن أجل تحول سياسي كانت عظيمة في المراحل السابقة سنة 2011 أو سنة 2014، وبالتالي هذه حالة التراجع هذه لا بد أن نقلها حسابا من ناحيتين. أولا أنه عدد المسجلين في الانتخابات وإن تزايد، فإنه الإشكال أنه عدد المساهمين في العمل الانتخابية قد تراجع. يعني ببساطة شديدة نحن بصدد إعادة تدوير نفس الناخبين على مجموعات حزبية هي ذاتها، فمن كان يصوت مثلا للنداء بعضهم تحول إلى الحزب الدستوري أو بعضهم تحول إلى مجموعات أخرى، بعض الناخبين النهضة تحولوا مثلا لتصويت التيار، وهكذا نحن بأمام تدوير نفس الناخبين ولسنا أمام اجتذاب كتلة ناخبة جديدة. ثانيا أنه ينبغي أن لا ننسى أنه بين سنة 2014 وسنة 2018 هناك 4 سنوات، يعني كل سنة هناك عدد جديد من الشباب يضاف يبلغ 18 سنة. هناك إذن عزوف فعلي من هذا الجيل الجديد الذي هو ينبغي أن نقول أنه هو المفروض جيل الثورة أو الجيل الذي تربى في غالب سنين حياته على هذا التحول الديمقراطي. أنا أعتقد أنه هذا مؤشر خطير إذا لم تنتبه إليه الأحزاب. إذا غلب عليه الخطاب الانتصاري بمعنى أنه يكفيني أن أنتصر بمن حذر، هذا يعني أننا بصدد قتل العملية السياسية في تونس. هذا الأمر ينبغي أن تتنبه إليه القوى السياسية جميعا، وأن تحذر من وقوع في فخ استسهال العمل السياسي الذي يصبح مجرد روتين منحصر لدى الطائفة السياسية أو لدى المجموعة السياسية التي تعيد دائما انتخاب ذاتها، بعيدا عن إدماج الشارع في هذه العملية وفي هذا التحول. طيب أستاذ سمير، نبقى في هذه النقطة، إدماج الشارع في عملية التغيير والتحول. ذكر أستاذ عماد بأن المجهود قامت به قيادة الحركة، رئيس الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل يعني تحفيز الناخب، وتحدثت عن الكتلة الصلبة، ولكن تحركت قيادة النهضة داخل واشتغلت على الكتلة الصلبة التي قدرت تقريبا ب 450 ألف إلى 500 ألف صوت، ولكن لم تكن جاذبة كما ذكر أستاذ سمير لأصوات أخرى. بالعكس، هناك بعض الأصوات التي كانت تعتبر من الخزان الانتخابي لحركة النهضة ذهبت للتيار مثلا، وهذا حصل في بعض الدوائر. ليس بالشكل المباشر هذا، يعني هذا تحليل يعني ليس مناسب يعني. نعم، هذا مناسب وليس مؤكد، يعني لأنه المشاركين في الانتخابات كما ذكر 33.7%، حوالي 1,700,000 ناخب، منهم 500,000 نخبوا لحركة النهضة. حركة النهضة 120,000 عضو لديها، ولكن طبعا هي تعتبر أنها تخاطب كامل الشعب، ليس فقط أعضائها ولا كتلتها الصلبة. وهذا الدليل الرئيسي لذلك، على أن حوالي 50% من كتلتها ومن من قوائمها الانتخابية في البلديات هم من المستقلين، وهذه سبق قامت به حركة النهضة في تونس وفي كثير من الدول التجربة الديمقراطية. وطبعا العزوف الذي يتحدث عليه الأستاذ للشباب ولغير الشباب، طبعا أحد أسبابه الأساسية هو يعني أهداف الثورة التي كان يأمل تحقيقها الشباب، خاصة بشكل سريع جدا، وعدم رؤيتهم لاستحقاقات هذه الثورة بين قوسين حسب رؤيتهم أنها تم إنجازها. هذا يجعلهم طبعا يجعل هناك عزوف نسبي وفقدان ثقة نسبي كذلك من العملية الانتخابية،
لأنه الذين نسبيا ده 65% تقريبا، أكثر من 65% من الناخب لم يذهب المسجل لم يذهب للتصويت. 65% لا نقول 33.7% في مبالغة، هناك تقريبا 10% وكأنه الديمقراطيات في العالم يعني يشارك فيها 100% في الانتخابات. 3% فقط من الشباب، الشباب الذي خرج يوم 14 يناير من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 يناير 2011 هو في الشارع اليوم، غير موجود في العمل السياسي، غير موجود في المشهد. يعني هذا ليس بالشكل هذا. احنا نحن 85% من القوائم الانتخابيه في كل القوائم الانتخابيه، ليس فقط في النهضه، طبعا النهضه هي في المقدمه في هذا الشيء، في هذا المجال 85% هم شباب. بالعكس الان عندنا 7500 عضو مجالس بلديه في تونس كلها، 7500 يعني عضو، حوالي 6000 عضو هم من الشباب اقل من 35 سنة. يعني في اخر الامر يعني هذه القوائم لا تمثل فعلا الشباب التونسي. على كل نحمل هذه الفكره الاستاذ سمير، استاذ سمير تحدثت عن الجذب الانتخابي وليس هناك قدره لدى المنظومه الحاكمه، الائتلاف الحاكمه والنخبه السياسيه عموما لجذب اصوات خارج كتلها الصلبه. هل هذا يعود، وانت تحدثت عن الياس، هو الياس والخيبه والاحباط من منظومه الحكم من الائتلاف الحاكم الان، ان هذا توليفه النداء والنهضه، ام من النخبه السياسيه عموما؟ بدايه عندي ملاحظه سريعه تتعلق بنسب الشباب الموجودة في القائمة الانتخابية. هذا الأمر لا يعود باختيار سياسي، وإنما يعود إلى إجبار قانوني. نحن أمام قانون يجبر الأحزاب السياسية على أن يكون لديها في قوائمها مرشحين دون 35 سنة. ومثل نظرية التناصف بالضبط، يعني مثلا التعلق، أنا دائما أقول أن العمل السياسي لا يتعلق أن نضع في القوائم شباب أو نساء، أنا أتحدث عن الأكثر وعن القدرة على الحلول والقدرة على جذب القطاع العريض من الشعب من أجل التصويت. النخبة السياسية في تونس الآن الموجودة على الأقل هي تتمترس إن شاءنا في مواقعها، ولا أقصد هنا حركة النهضة بالتحديد، يعني حتى النخبة السياسية بين ظفرين، يعني كلمة نخبة سياسية بالمناسبة، يعني نخبة سياسية بسبب الموقع كما يقول عزم بشارة في توصيفه لمعنى النخبة، عندما يقول أنه مفهوم النخبة لا يتعلق تحديدا بانه هو الافضل او الاكفأ، وانما ربما قادته الظروف ليكون في ذاك الموقع. ونحن نعرف ان كثير مثلا في عز بن داء تونس او غيرهم لا علاقه لهم بالنخبه السياسيه، وانما هم مجرد خيارات قادته الصدفه ليكونوا في تلك المواقع. على كل، نحن نجد انه الشاب التونسي اصبح لديه جمله من المعضلات، الثوره التي هي بجوهرها اجتماعيه وكانت شعاراتها التشغيل استحقاق، الثوره التي قامت على من اجل المطالبه وحسابه اللصوص ومحاسبة المعتدين ومحاسبة المنظومة السابقة بفسادها الشامل، وجدت نفسها في النهاية أمام حلف بين القادمين الجدد ما بعد الثورة وبين الفاسدين القدامى، ثم ضاع صوت الثوري الذي كان ينادي طويلا. نحن بعيد عن المبالغة في مثلا مش تعلق بالثوري بمعنى أنه الإنسان يريد أن يغير كل شيء بين عشية وضحاها، الناس تدرك هذا الأمر، ولكن الناس تريد أن تشعر أن ثمة أمر ما قد تغير. هنا إشكال راهو، يعني بمعنى اخر لا يكفي انه صحيح في تونس نحن وضعنا جيد جدا، مجال الحريات، مجال التعبير، مجال كذا، وهذا ليس هبه من اي طرف بالمناسبه، ولكن نحن نتحدث عن اشياء عمليه في الواقع اليومي. انت عندما تركب مع سائق التاكسي او عندما تسير في الاسواق او عندما كذا، فالناس قضاياها ما نسلم في الصف اليومي. هناك فيلسوف فرنسي يعني يتحدث على انه اليومي له سلطان على البشر اكثر من الايديولوجي، أكثر من التصورات الفكرية، أكثر من السياسة، أكثر من التحزب. فالذين يريدون يعاملون الشارع بمنطق أنه والله ما دام الأحزاب السياسية أمورها جيدة إذا أنتم أموركم جيدة، هذا تصور أعتقد أنه يبسط الأمور أو يحاول أن يحل المشكل في داخل المجال السياسي فحسب. لدينا مجال اجتماعي متفجر، لدينا مشكلات إن شاءنا للشباب التونسي في وضعيته الحالية، لدينا أزمات في التعليم، خانقة في التعليم وفي غيرها. هل تم حل هذه المشكلات؟ نحن الآن لازلنا نراوح مكانه، هذه حقيقة ينبغي نعترف بها. الشارع السياسي إذا لم يتم تشريكه بالشكل المناسب وبالشكل الذي يجعله يشارك في العملية الانتخابية بكل حماس، نحن نفقد رصيدا مهما ونفقد أداة دفع مهمة نحو التحول السياسي. ليس مصلحة أحد قتل العملية السياسية في تونس، ليس مصلحة أحد إلا بالطبع، عندما أقول ليس مصلحة أحد أقصد الجانب الذي يدافع عن الديمقراطية. بالنسبة للجانب الذي لا تهمه الديمقراطية لا يعتبروا أن مشاركة الشارع أو مشاركة القوى الجانب الأعظم والقسم الأكبر من هذا الشارع التونسي
في عملية التحول الديمقراطي بالنسبة له ليس أمرا مهما، هو يرى الأصوات مجرد أدوات يستخدمها الوصول للسلطة وقد يستخدمها في هذه النقطة. أستاذ سمير، السلطة تستخدم الأدوات وهذه الأصوات هي مجرد أدوات، ولكن يعني حتى من باب الأصوات الإنصاف وكل يعني القراءات صباحة اليوم تتحدث بأن حركة النهضة حققت إنجازا أيضا، لأن أن تكون الأولى في الانتخابات البلدية، كل الأرقام تحدثت بأن النهضة مستحيل أن تستطيع أن تسترجع أنفاسها وأن تكون تنجز هذه الأرقام وتكون لهذه النسب، يعتبر إنجاز لحركة النهضة. ولكن أيضا هذا حمل النهضة مسؤولية كبيرة جدا في إدارة الشأن المحلي، كيف تتعاطى النهضة مع هذه الأرقام وكيف تتعاطى النهضة مع هذه التحديات؟ وباختصار شديد، نحن بكل باختصار شديد يعني أشارك الأستاذ في جزء كبير مما قالوا، لا الحركة النهضة تشارك الذين شاركوا في الانتخابات والذين لم يشاركوا في الانتخابات، سواء قاطعوها إرادة أو بغير إرادة مباشرة تشاركهم في مشاغلهم، في انشغالاتهم حول استكمال استحقاقات الثورة، من تحقيق الكرامة للمواطنين، من تشغيل، من رقي، من تنمية اقتصادية، من محاربة عطالة. هذه المشاغل التي والانشغالات التي تهم خاصة فئة الشبابية وكامل فئات المجتمع التونسي من غلاء المعيشة وغيرها، حركة النهضة بحكم مسؤوليتها وموقعها في المشهد السياسي تؤمن بمسارين أساسيين. المسار الأول هو ترسيخ الحريات والديمقراطية في تونس، هذا المسار الذي هو الاستحقاق الرئيسي للثورة. هذا المسار لابد أن يتم أن يستكمل باستكمال كل مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة عبر انتخابات حرة ونزيهة. هذه المؤسسات من الرئاسة إلى المحليات والبلديات هي مؤسسات الشعب، هي التي ستقوم على النقطة الثانية وهي ترسيخ الكرامة للمواطنين عبر حلول مباشرة عن طريق البلديات ترتقي إلى مستوى البرلمان ثم إلى مستوى الوزارات إلى مستوى الحكومة. حركة النهضة لأنها تؤمن بأنها تشارك هذا الشعب مشاغله وهواجسه وهمومه، فهي تضع دائما تونس فوق الحركة وفوق الجميع. لهذا تعتبر أنه المسار الحريات والديمقراطية لا يمكن أن يتم إلا عبر الشراكة السياسية، عبر التوافق السياسي بين الأحزاب، سواء كان على مستوى برلمان، سواء كان على مستوى بلديات وإدارة البلديات في خدمة المجتمع، لأنه المرحلة حساسة جدا. 7 سنوات بعد الثورة مدة وفترة قليلة جدا، كثير من الثورات ونحن نعلم قضت عشرات السنين بل مئات السنين حتى وصلت إلى مرحلة النمو الاقتصادي وتثبيت وتوطين الديمقراطية والحريات. نحن الآن الحمد لله حركة النهضة بمسؤوليتها وبقدرتها على الثبات في مواقفها السياسية خاصة، وهي تدعو كل الأحزاب سواء كان النداء أو التيار أو غيره من هذه الأحزاب أو المفاجأة هذه الانتخابات المستقلين والمستقلين. طيب نعم. طيب سنعود هذه النقطة لأنه حصلنا الوقت. أستاذ سمير، يعني مفاجأة إن صح التعبير، ولو أنه حتى بعض يعني دراسات وسبر الآراء قبل الانتخابات رشحت بأن يكون للمستقلين يعني نسبة عالية من التصويت، وهذا ما حصل. تقريبا القوائم الحزبية والائتلافية 72%، القوائم المستقلة 28%. قراءتك للصعود المستقلين، هل هو بحث عن ما يسمى بالخط الثالث والتيار الثالث الذي يعبر عن تطلعات وطموحات واحتياجات وانتظارات الشارع التونسي بعيدا عن الأحزاب؟ الحقيقة بالنسبة لصعود قوائم المستقلين لم يكن الأمر مستغربا لعاملين. العامل الأول أن الانتخابات المحلية غالبا تقوم على خيارات تقريبا شخصية، يعني الناس هنا أهل المنطقة يعرفون بعضهم بعضا، وتلعب القرابة والعامل القبلي والعامل العشائري وغيرها من العوامل الكثيرة التي قد تلعب دورا في اختيار هذا الشخص دون ذات الشخص. وهنا يكون العامل الحزبي متواريا إلى حد ما، والعامل الأيديولوجي أكثر تواريا. وأنا هنا لا أريد أن أنكر استحقاق حركة النهضة لفوزها، وهذا أمر من حقها. الأمر الثاني
أن هؤلاء المستقلين ليسوا متجانسين ولا متشابهين، وليسوا كتلة واحدة ولا نمطا واحدا وليسوا على نسق واحد، فبعضهم ينتمي لتيارات معينة وبعضهم فعلا مستقل وبعضهم محسوب على جهات محددة. وبالتالي نحن نتحدث عن خيار محاول الناس أن تبحث لحل فردي لأنفسها، ولكن نتحدث الآن ما الذي يمكن أن يشكل بديلا أو الخيار الثالث على الرداءة السياسية التي في البلد، أو على الأقل ما الطرف الذي يمكن يخلق التوازن. البعض يتصور أنه حزب التيار قد يلعب هذا الدور، وأنا الحقيقة عندي رأي شخصي في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه سعود التيار المفاجئ قد يكون شبيها بسعود العريضة الشعبية ذات انتخابات سنة 2011. يعني المسألة ليست بمعنى لا تتعلق بأنه قدم البرامج الأفضل أو أن الناس تعرف ناخبيه بأنهم قادرين على تقديم أشياء معينة، بقدر ما يكون أن الناس تتشبث بالسمعة التي يحملها رئيس الحزب ثم تنتخب، وبعدها قد تكتشف أن من انتخبته ليس سوى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولكن لدينا إشكال هنا، أن الشارع التونسي لا زال يبحث، لا زال يترصد المشهد، لا زال يحاول أن يجد من يثق فيه. هناك نسبة كبيرة كما ذكرت أنت لم تذهب إلى التصويت وقاطعت، هذه النسبة بعضها بوعي وبعضها رفضا لما يراه عبثا وليس له أهمية، وهناك نسبة أيضا التي ساهمت وشاركت ولكنها بحثت عن بديل مختلف خارج الأحزاب أو على الأقل من خلال أحزاب غير تقليدية. هو أستاذ سمير، ممكن هذا المشهد وهذه الأرقام والنتائج بقدر بأنها تؤشر إلى حالة وعي على الأقل لدى أن جملة من الناخبين التونسيين، ولكن أيضا تعقد المشهد أكثر. على كل المتابعة لحسابات ما بعد نتائج انتخابات في تونس، لنا وقفات أخرى في محطات مغاربية. عذرا على المقاطعة، حصل الوقت. أستاذ سمير حمدي الكاتب والمحلل الأساسي، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من تونس. عودك في ثواني أستاذ عماد وعثمان. يعني النهضة فازت خاصة في البلدات الكبرى، وعندما نتحدث عن البلدات الكبرى فازت في العاصمة، فازت في العاصمة الاقتصادية صفاقس، فازت في العاصمة الثقافية كما يقول القيروان، هي تقريبا الأولى في كبرى المدن التونسية. ولكن النهضة أيضا بعض القوائم المستقلة محسوبة على النهضة في الخلال، هذا فوز كبير صح تعبير السياسيين، ولكن هذه المرة سنشاهد يعني هجرة عكسية للتوافق. في 2014 النداء توافق مع النهضة، في 2018 في البلديات النهضة ستتوافق مع النداء وممكن مع طرف أخرى. النهضة فازت ولكن تونس انتصرت، وهذا انتصار كذلك للنهضة ولكل التونسيين كما قلنا من البداية. المستقلون قوائم طبعا عديدة شاركت بكثافة في عديد من الدوائر الانتخابية، وجزء كبير منهم كما ذكر الأستاذ حصلوا على مقاعد جيدة، عدد جيد مقاعد داخل مجالس البلدية. مجالس البلدية طبعا الآن النهضة فازت حوالي 297 بلدية من 350 بلدية، وهذا انتصار فوز جيد. لا تزال طبعا تشكيل حسب القانون الانتخابي تشكيل المجالس أو رؤساء البلديات يأتي تحت إطار التوافق الذي تدعو إليه الحركة من جديد، وطبعا المستقلون سيكونون كذلك طرفا سواء كانوا قريبين من النهضة وطرف محدد أيضا وطرف رئيسي طبعا. يعني أنت تتحدث عن توافق المجالس، أكيد أنه حتى قانون الجماعات المحلية هناك الآن دعوة إلى التعاطي مع بعض المرونة، لأنه درس يعني ونقش عن عجل. على كل يعني الحديث طويل في هذا الموضوع، إن شاء الله تكون لنا محطات أخرى في متابعة شأن البلد في تونس. إنها مسألة مهمة جدا، هذه أول انتخابات صحيح. تؤشر إلى واقع جديد تعيشه تونس. على كل أشكرك أستاذ عماد عثمان عضو مجلس شورى حركة النهضة. الشكر زملاء في الإعداد والتنفيذ. السادة المشاهدين حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.